يتحدث خبراء الاقتصاد عن 2000 مليار يورو تم دفعها لإعادة جمع شمل ألمانيا بعد فراق دام عشرات السنين. الجزء الأكبر ذهب إلى الخدمات الاجتماعية 65%. المواطنون الجدد كانوا بحاجة إلى شوارع وسكك حديدية وبنية تحتية جديدة، وهذه المشاريع احتاجت 300 مليار. وكانت هناك هدايا أيضا، 100 مارك لكل ألماني شرقي، وصرف مارك شرقي واحد بمارك غربي. الاقتصاديون اعتبروا هذا جنونا، لكن هذا لم يكن مضرا. أكبر عملية تحويل في التاريخ أدت إلى المعجزة الاقتصادية الثانية في ألمانيا. الناتج القومي في الشرق ارتفع كما في خمسينيات القرن الماضي في الغرب. الدخل في الشرق ارتفع من النصف إلى ثلثي الدخل في الغرب، ومتوسط العمر أصبح متساوياً وارتفع لدى الألمان الشرقيين بمعدل 7 سنوات عما كان عليه أثناء وجود الجدار، أي أن كل يورو أتى من الغرب أطال العمر بمقدار 3 ساعات. لكن لا تزال هناك فروقات. العمل أقل في الشرق، ومعدلات البطالة أعلى من ما في الغرب، وعدد السكان تتراجع في الشرق، وعدد شركات التصدير القوية في الشرق أقل بكثير مما في الغرب. عملية التوحيد مستمرة إذن، وإن كانت بوتيرة أبطأ.